المعروف أن ولادتكم كانت في نفس يوم ولادة الرسول الأعظم أي في 27 ربيع الأول، فمتى كان ابتداءكم للزي الحوزوي ومن أمامكم؟ شيخنا جزاكم الله خير. على كل حال أنا أولا أشكر الفرصة التي أتاحها لي الشيخ شيخ محمد النعماني الله في العمر. المهم أنه من الصحيح بالضبط أني مولود في 17 من شهر ربيع الأول من سنة 1362 هجرية، والمشهور عند المتشرع طبعا أن النبي صلى الله عليه وآله ولد في نفس هذا التاريخ من الشهر، وإن كان الشيخ الكليني قدس سره يقول أنه في اليوم 12 إلا أنه خلاف المشهور. طبعا ولدت وكان جدي لأمي أحد مراجع دين الإمام في النجف الأشرف هو الشيخ شيخ محمد الله ياسين قدس. ولدت في كنفه، وكان والدي أيضا من فضلاء الحوزة ومن طلاب الشيخ شيخ محمد الله قدس سره، وكذلك من طلاب الشيخ الناريني والسيد أبو الحسن الأصفهاني محل الشاهد. وولدت أيضا في النجف ولله الحمد بلد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم.